الشعب الورقلي كافة ليعبر عن قراره برفض هذا التقسيم الجائر، هذا الظلم، هذه الحقرة الاستفزاز، لرفضوا هذا التقسيم. من التقسيم السابق بالنسبة للولايات المنتدبة، نحن علمنا ونعلم الجميع أن دائرتي البرمة وحجيرة هما تابعين إقليمين لولاية ورقلة، لكن في آخر المطاف نتفاجأ، وطاف عليها طائف من الليل، نتفاجأ بقرار هذا التقسيم. التقسيم المشؤوم الذي تتعرض له ولاية ورقلة ومحاولة تقسيمها من طرف مجموعة من النواف على مستوى مجلس الأمة، تقسيم هو ممارسة ومواصلة ممارسات العصابة. في الحجيرة والبرمة نرى أنهم في الأسبوع الثاني على التوالي في اعتصام، واليوم نلاحظ بضوائر ورقلة وحاسي مسعود وسيد خويلد كل فيه كان تصعيد، لذلك نطلب تدخل العاجل.